أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب من جبل الزيتون في مدينة أورشليم القدس، هذا الجبل المحبب على قلب يسوع المسيح، كان بيجي مراراً وتكراراً حتى يقضي وقت في هذا المكان. طبعاً خلف البلدة القديمة بتشوفوا أسوار القدس، وبتشوفوا كمان من الخلف كنيسة القيامي. رح أتكلم في هذه الحلقة عن موضوع الطلاق في عزة المسيح على الجبل، فابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير.